وبركاته. كثير منا يواجه مشكلات كثيرة في عطال الكمبيوتر، ولكن لا يستطيع إيجاد حل لها، فيذهب إلى مواجهة صيانة للحاسب الآلي أو غيره. والآن سوف أحدثكم عن أحد أعطال الكمبيوتر وهي أعطال الشاشة. القسم المهنية تكنولوجيا تعليم، إشراف دكتور علاء صالح، عام 2016-2017، إعداد شيماء عزة محي الدين وسيد عبد الستار حافظ. أعطال الشاشة، كما تبدو لكم شاشة الحاسوب الآلي. واحد، توقف الشاشة على إضاءة لمبتها. السبب، يكون السبب في عطل في وحدة الشاشة أو الكارت أو كارت الشاشة. الصيانة، وتكون صيانة هذه المشكلة عن طريق إعادة تزويد الشاشة بالطاقة وإعادة تشغيلها أو إصلاح أو تغيير وحدة الطاقة أو تغيير كابل الشاشة. اثنين، الشاشة مزودة بالطاقة ولكن لا تعمل مع إصدار قليل مستمر أو متقطع من الجهاز. السبب، يكون السبب بسبب تحرك كارت الشاشة من مكانه أو عدم ثبوت لوحات الرامات أو أن الرامات عطلانة. الصيانة، تكون صيانة هذه المشكلة عن طريق إعادة تثبيت كارت الشاشة والتأكد من صلاحية الرامات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.